شيراز كمون سلامي، 34 سنة، متحصلة على شهادة الماجستير في البيولوجيا من ليكول ناسيونال دي زانجينيور دي سفاكس، والآن صاحبت مشروع المركز الألماني للعناية بالبشرة بسفاكس. هي هواية من هواياتي أنا صغيرة، التسكي التجميل الطبي. بعدش مع تشجيعات الأهل لقيت المشروع هذايا عبر الانترنت، قدمت دبلوماتي والكل لشركة فاغيل، كملت قرايتي في التسكي تيوريك معاهم والبراتيك، وعملت استاجات معاهم في البحرين وفي ألمانيا، وجيت لتونس دونك باش حليت المشروع هذايا. عاونوني أهلي، في نفس الوقت خذيت قروض، ديت المرة الأولى قرض صغير وشجعتني البتياس، كبرت في المشروع وخذيت قرض آخر من البتياس، وحالياً عندي 7 سنين في المشروع مركز الألماني للعناية بالبشرة. كونسيرنا العناية بالبشرة، مثلاً نجمو نداوي كل ما هو حب شباب، لي بور ديلاتي، لي تاش برين، ليبيلاسيون ديفينيتيف، كيف يوفر الخدمات توسكي بور لا ميز ان فورم كونسيرنون لوبيزيتي لا ريلاكساسيون لا مسكولاسيون لي جامب لورد. نحاولوا باش نوفروا احنا للكليون كل ما هو الراحه التامه والريلاكساسيون اللي يلقاها ان شاء الله. وقت ما حلينا السنتر لمدة 7 سنين توا كنت نخدم وحدي، وتوا نخدم اون اكيب، واللي يخدموا معايا هما حاملي شهادات في الخدمات الصحية، وعملنا لهم دي فورماسيون في الدومين متاعنا في توسكي الميزان فورم و التريتمون دو بو، وإن شاء الله نحاولوا اللي احنا باش نكبروا الشركة متاعنا بشوية بشوية وتكون متفرعة في تونس العاصمة أو أي في مناطق أخرى، وإن شاء الله تكون في شمال أفريقيا كامل أو في ليبيا أو في المغرب. اي واحد باش يعمل مشروع اكيد باش يتعدى برشا صعوبات، المهم ان الواحد يعمل عزيمه ويتحلى برشا صبر ويعمل برشا وسع بال ويوصل ان شاء الله.